معنا من بروكسل السيدة هالة الساحلي الباحثة في الشأن الأوروبي. مرحبا بك سيدة هالة. سيدة هالة، يعني في تقديرك ما أهمية أن يركز أو تركز الدول التي اعترفت بفلسطين كدولة على ذكر حدود عام 67؟ ما هي الرسالة؟ هذا الاعتراف الأوروبي أو على الأقل الاعتراف الإسباني وقبله عدد من الدول خاصة السويد في 2014 على أن الدولة الفلسطينية هي موجودة على حدود 67 أولا، ولكن وخاصة هي دولة قائمة الذات. ومن هذا المنطلق فبالتأكيد أنه هذا الاعتراف يخدم إلى حد ما بصفة رمزية إلى حد الآن وتقوية الجانب الفلسطيني في مفاوضاته المباشرة وغير المباشرة التي ستتم مع الجانب الإسرائيلي. لكن يجب التذكير أن هذا الاعتراف هو يعني ما قامت به إسبانيا حاليا هو كان اعتراف مؤجل من منطلق أنه في 2014 عدد من البرلمانات الأوروبية وبما فيها البرلمان أو الجمعية العامة الفرنسية صوتت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. القرار 439 الفرنسي الصادر عن الجمعية الفرنسية يطالب الحكومة وقتها بالمصادقة على الاعتراف. أيضا إسبانيا نفس الشيء. إذا ما قام به اليوم السيد بيدرو شانسيز رئيس الحكومة الإسبانية هو تثبيت مسار أو تصحيح مسار. فيما يتعلق بسلوفينيا، منذ 2018 تسعى سلوفينيا إلى الاعتراف هي لم خاصة. تعترف بعد نعم، سلوفينيا. ولكن تم في 2018 تم تقديم مثل كل يعني البرلمانات المحلية أو للدول الأعضاء مذكرة اعتراف تم إيقافها آنذاك في 2014، لكن تم إعادة وضعها في 2018. اليوم تم من قبل الرئيس الحالي اتخاذ مرسوم رسمي للنظر في هذا القرار البرلمان، وتم تحديد 13 من حزيران المقبل للاعتراف رسميا بالدولة سنتابع، الفلسطينية. لكن إذن اسمحي لي، أنا أريد أن نعم أتوقف عند موقف الاتحاد الأوروبي. يعني دول النرويج، أيرلندا، أسبانيا، هي دول مهمة، لكن ربما ما قد يقلق إسرائيل أيضا أنه الموضوع لا يتوقف عند الاعتراف. نرى أن هذه الدول تتحرك كما لو كان هي مجموعة عمل داخل الاتحاد الأوروبي للتعامل مع هذا الملف بشكل لا ترضى عنه إسرائيل إطلاقا، ومنها مثلا حث الدول الأوروبية على فرض عقوبات قد تصل إلى حد تعليق الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل. أولا أود التعليق على أن النرويج ليست عضو في الاتحاد الأوروبي وإنما هي تنتمي إلى الفضاء شنغن، وبالتالي الدول التي اعترفت لحد الآن بالدولة الفلسطينية هي 11 من أصل 27. ثانيها فيما يتعلق بهذه الدول التي اعترفت لحد الآن هي بالتأكيد تمثل مجموعة ضغط داخل التكتل الموحد، ولكن ليست بالقوة الكافية كفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا، لأن هذه الدول هي دول محورية في اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي وهي دول وازنة. أما فيما يتعلق بالتعامل مع الدولة الفلسطينية، المفوضية الأوروبية منذ سنة 1997 كانت قد عقدت اتفاقية شراكة على غرار ما قامت به مع إسرائيل، وتتعامل مع ضمنيا مع الدولة الفلسطينية والممثلة بالسلطة الفلسطينية كدولة قائمة الذات. لهذا يعتبر بعض الأعضاء منهم فرنسا وألمانيا أن هناك اعتراف ضمني، ويجب عدم التفريط في رمزية الاعتراف الرسمي للذهاب مباشرة إلى مفاوضات مباشرة على غرار ما وقع في مفاوضات أوسلو. إذن هنا المشكلة الحالية أنه هذه الورقة بعض الدول لا تريد التفريط فيها وتقدم هذا التبرير على أن هناك تعامل
مع الدولة الفلسطينية ضمنيا كدولة قائمة بذاتها، ويوضحون أنه إلى حدود مثلا 2017 تم وضع استراتيجية تعرف باستراتيجية مساعدة ومساندة فلسطين لأن تكون دولة ديمقراطية مستقلة، وتم وضع ميزانية تقدر بالمليارات لمساعدتها على وضع سياسة ضريبية، سياسة قضائية، سياسة مالية، تأمين حدودها الخارجية مع فلسطين. واليوم نعم نتحدث عن أوبام، إذا هناك العديد والعديد ما يتم العمل معه من قبل المفوضية. يبقى أن هذه الدول مثل فرنسا وألمانيا لا تريد تفريط بهذه رمزية الاعتراف. فيما يتعلق خاصة، وهنا أوضح نقطة صغيرة، فيما يتعلق بألمانيا، ألمانيا لا تريد الاعتراف إلا بعد أن تكون هناك مفاوضات مباشرة بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني، في حين وهذا أن ما تقوله فرنسا فرنسا يا باتت سيدتي. اسمحي لي سيدة فرنسا حنان. مفتوحة نعم نعم أسمع، فرنسا مفتوحة على لكن أريد أن فرنسا أصل. مفتوحة على فرنسا مفتوحة على الفكرة، لأنه البرلمان منذ 2014 كان قد يعني اعترف بالدولة الفلسطينية وينتظر سيدة تنقيح هالة، رئيس البرلمان لا يفرض الجمهورية. على الرئيس السلطة التنفيذية، الرئيس هو الذي بالتأكيد يقرر السياسة الخارجية للبلاد، وليس البرلمان هو الذي يستطيع أن يفرض على الرئيس الفرنسي ما الذي سيفعله في السياسة الخارجية. وبخصوص النرويج طبعا أعلم أنها ليست عضو في الاتحاد الأوروبي، لكن تربطها علاقات جد وثيقة اقتصادية مع نعم الاتحاد الأوروبي، وهي من الدول التي لها تاريخ في التوسط في هذا الصراع الإسرائيلي هي الفلسطيني أول ممول، هي أول ممول وأهم للدولة ممول، الفلسطينية. ولذلك أتحدث عن نفوذ لهذه الدول سوية في ظل التأثير على العلاقات مع إسرائيل. لكن يبقى، هل أن هذه الدول في النهاية، إذا كانت النرويج، السويد، أسبانيا، أيرلندا، حتى لاحقا سلوفينيا، وربما أيضا بلجيكا التي سمعنا منها تصريحات كثيرة، هل هذا سيغير من دور الاتحاد الأوروبي بعد أن كان يلعب دور الممول المالي فقط، ممكن أن يتحول إلى دور الضاغط على إسرائيل لتقبل به كوسيط لكي يؤثر في حل هذا الصراع؟ أعتقد أن الاتحاد الأوروبي كان اتخذ في آخر مقررات لقمته قرار هام، وهو أنه لا يريد أن يكون فقط ممول، وإنما وازن في القرارات وفي المفاوضات المستقبلية. من هذا المنطلق بدأ بالتنسيق مع الدول العربية والدول الجوار للضغط أولا على الدول الأوروبية داخل التكتل الموحد للذهاب قدما أولا نحو الاعتراف، ولكن وأيضا للضغط مع الجبهة العربية خاصة بعد إعلان البحرين، للضغط على الإدارة الأمريكية لحلحلة الوضع من جهة، ومن جهة ثانية الضغط على إسرائيل. إذا هناك نوع من الرغبة السياسية الجامحة لدى الاتحاد الأوروبي للعب دور قوي هذه المرة، ويكون له موطئ قدم، خاصة وأنه يعتبر نفسه أنه لحد الآن قدم الكثير من الأدوات وكان وسيط في عدد من الملفات ساهمت إلى حد ما في نعم سيدة التوصل هالة، إلى مقاربة شاملة. أشكرك سيدة هالة الساحلية الباحثة في الشأن الأوروبي، كنت معنا من بروكسل.